التعليم وتعمل في قطاع الإعلام المسموع والمرئي، هذه الأيقونة البنغازية الليبية نفتقدها اليوم، ونعزي كل الأسر الليبية وكل محبي هذه الإعلامية، نعزيهم ونقدم لهم خالص المواساة في هذا الوداع المر. إذن أفتح المساحة معكم على الأرقام الظاهرة الآن لتلقي التعازي والمواساة، سواء كان لأسرتها ليبيا الحدث ولأسرتها وذويها وأهلها في هذا المصاب الجلل. نفتح هذه المساحة لتقديم واجب العزاء في حق هذه المناضلة التي قدمت الكثير للليبيين، فواجب علينا أن نقف جميعا ونتذكر هذه الأيقونة الإذاعية وهذه المرأة الليبية المحترمة. أبدأ مع وردة من بنين، البداية معك وردة، التعازي لكل محبي فتحية كردوغا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله أجركم وأجرنا في فتحية، عزنا واحد، وباسمي باسم عرب بنينة ومجلس بلدي بنينة نعزيكم هالمناضلة هذه، بنت الكرامة، الإنسانة المخلصة للوطن، مخلصة للعمل متاعها، وأقسم بالله العظيم قهرتني وجعتني، يعني تمنيتها في الناس اللي ما تنفعش بكل مش في فتحية. نعم. وعزانا واحد في فتحية، أنا يعني قسما بالله حتى لما حليت التلفزيون انفجعت، كيف فجعتي على وليدي بحق المصحف. نعم. عزانا واحد في فتحية المناضلة، فتحية بنت الكرامة، بنت الوطن الصحيح، هذه الشخصية اللي ما لهاش مثيل في الأخلاق في الأدب وفي المعاملة مع الناس وفي تقديم البرنامج وفي يعني في مراعاة الناس، يعني فتحية مش لهالها بس، ليبيا كلها، الكل من عنده كرامة وعنده وطنية، فالإنسانة المخلصة، فالإنسانة الخجولة، إنسانة طيبة، عزنا واحد والله غالب. البقاء والدوام لله، كلنا لها هذه الحياة وهذه نهاية كل إنسان لكل، هذا هو المكتوب وهذا هو القدر، بإيمان بالله عز وجل وبإخلاص لديننا الحنيف، ما علينا إلا الصبر والمواساة لأهلها والدعاء، هذا هو دعاؤنا لهذه الفقيدة التي نفتقدها اليوم بمرارة، كانت شمعة وكانت أيقونة وكانت فقيدة الآن هي فقيدتنا وكانت رفيقتنا واليوم فقيدتنا، ولكن صورتها واسمها لن ينسى ولن يمحى من ذاكرة محبيها، ومكتبتها المرئية والمسموعة موجودة، عطائها موجود هو للذكرى ولعطاء وطني كبير جدا للمكينة الإعلامية أو للمكتبة الإعلامية والمسموعة. كانت فتحية كردوغا يعني تعمل باجتهاد وانتقلت في الكثير من القنوات المسموعة في مدينة بنغازي، وإلى أن وصلت إلى شاشة ليبيا الحدث، عرفها كل الليبيين من أقصى الوطن لأقصاه، وكانت ملتزمة بأدائها وحاولت قدر المستطاع أن تكون يعني في الصورة المطلوبة كما يريد الشعب الليبي. كانت فتحية كردوغا كانت قريبة من عجائزنا، قريبة من المسنين، قريبة من المرضى، وقريبة من ذوي الاحتياجات، قريبة من المعلم ومن الطالب ومن الممرض ومن الدكتور، قريبة من كل فئات المجتمع وقطاعاته، قريبة من كل شرائح المجتمع الليبي. يوم أمس فقط كانت حلقتها عن المواهب الليبية، وشجعت عدد من المواهب الليبية في عندما استضافتهم في برنامج أخبار البلاد، كانت قريبة وتحاول أن ترفع من همم الكثير من الشباب في شتى المجالات. أنتقل إلى تاكلس مع فتحي ومحمد من راس نلوف، مرحبا بك فتحي. أهلا يا فتحي من تاكلس. فتحي مرحبا بك،
سريعا الى محمد من راس نالوف. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، تفضل. ذبحنا بعد ما الله يذكركم الدكتوره فتحيه، البقاء والدوام لله. عرفت، والدكتوره فتحيه الحقيقه اثرت في الليبيين كلهم، وكينا بالنسبه لنا احنا ام واخت. عرفت، نعم، الحقيقه خساره كبيره لليبيا وللكرامه. نعم. عرفت، نعم، قد ما ندوي لحد ما نقدرش نوفي حقها ونوفي حقكم حقه، بارك الله فيك. نعم، شكرا محمد. انتقل لمتصل جديد من المرج، سعيد مرحبا بك. اهلا سعيد، عليكم. مرحبا بك، وعليكم السلام. يعني نعزي روحي ونعزي كل الليبيين فقدتنا اليوم، شيء محزن للغايه. نعم، يعني والله شيء. نعم، البقاء لله. الليبي بطبيعة الحال دائما هو يحب الصدق، لما يطلع عليه شخصية يعرف الصادق، ويعرف الشخصية اللي هي مركبة واللي هي متقمصة لدور آخر، أو شخصية خارجة عن نطاق الصورة المطلوبة. فالتزام فتحية كردوغة بهويتها الليبية، بظهورها الملتزم، باحترامها للمشاهد الليبي، لم تخرج فتحية كردوغة أبدا عن النطاق المعهود وعن الصورة الليبية الحقيقية. فكانت قريبة من كل أبناء الوطن الليبي صغار وكبار. لم تخرج فتحية كردوغة في أي طريق آخر في ظل تزاحم الفضائيات وأشكال من، يعني الآن صراحة ببساطة هذه المرأة وهذه الإعلامية، ببساطتها وباحترامها وبخروجها الملتزم والمحترم، كانت وما تزال هي قريبة من قلوب الليبيين. اليوم أغلب الليبيين بفزع، يعني كانت صورة فتحية كردوغة هي المتداولة الأول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كل محبي فتحية وكل متابعيها يعني كلهم تداولوا الخبر بمأساة وبحزن كبير جدا وعميق. ليش؟ لأنها خرجت بالتزام، لأنها خرجت باحترام، لأنها احترمت الليبي، احترمت الشاشة، احترمت ظهورها، احترمت الأم الليبية، احترمت الشيخ، احترمت الأسرة الليبية، احترمتنا جميعا فتحي. لم يكن خروجها مخل، ولم يكن خروجها متبرج، ولم يكن خروجها خارج النطاق الذي يعرفه الليبيين. التزمت بالصورة الحقيقية، صورة الإعلامية الليبية التي نحتفي بها ونمجدها ونوقرها. هذه الإعلامية احترمتنا، فلا بد أن نحترم روحها الآن ونرفع الدعاء. نقرأ لفتحية، لروحها الفاتحة، لأنها محترمة، لأنها احترمت ليبيا، احترمت الشعب الليبي، كانت قريبة منا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسيرة هذه الشاشة لن تتوقف، ولا بد أن تستمر، احتراما لليبيا، احتراما لهذا الشعب العظيم. نحن ليبيا الحدث نستمر في عطائنا، سنكون قريبين منكم جميعا. فتحية لآخر ساعة كانت ليبيا الحدث ترافقها لآخر ساعة ولآخر دقائق من عمرها. كان مايك ليبيا الحدث في حقيبتها لآخر ساعة من عمرها. كانت فتحية كردوغة تريد أن توصل الصوت والصورة لقضية ما في بنغازي أو في أي مكان. كانت تريد أن تكون أن يكون وجودها وصوتها ورسالتها في كل مكان أينما اتجهت. لم تلتزم فتحية كردوغة باستوديو فقط،
بل نزلت للشارع للميدان، كانت ذهبت إلى الجنوب وتجولت في الكثير من المدن الليبية، دخلت للمواطن الفقير، دخلت على المواطن المعتاز، دخلت على المواطن الفقير والمريض، ودخلت على كل القطاعات، دخلت على في شوارع وفي مواقع كانت منهارة في خدماتها. آخر تقاريرها الميدانية كان في مناطق شبنة وغيرها. هذه فتحية يعني كانت أيقونة تعمل من الصباح حتى المساء، لم تلتزم بساعة إعلامية فقط على الشاشة، بل كانت ساعاتها كلها إعلامية تقدم الرسالة لهذا الشعب ولهذا الوطن بالتزام بحقيقة، تقدم لكم الحقيقة عبر الشاشة. إليك من الزنتان صالح وعيسى من بنغازي. أهلا يا صالح. أهلا بك يا صالح. صالح من الزنتان، مرحبا بك. عيسى من بنغازي. بسم الله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن لله وإن إليه لا يراجعون. نترحم على شهيدتنا ودكتورتنا فتحية، شهيدة الواجب، شهيدة الوطن، باسمي وباسم قبيلة العواقير وجميع القبائل والتركيبات في برقة وفي ليبيا. نعزي باسمي وباسم قيادتنا الحكيمة وباسم وزارتنا وزارة الداخلية وباسم الجميع الأجهزة الأمنية، الأمن الداخلي والأمن الخارجي وكل الأجهزة اللي موجودة لدينا، على أختنا وبنتنا وأمنا وحنونتنا. وحقيقة موقفة ديما طيب هذه التكتورة الشهيدة، ونحن والله العظيم إن حزينين عليها الموقف اللي هو صار، ونعزي أهلها وعربها، ونعزي قنوات الإعلامية وقناة الحدث، ونعزي كل أخوتي الإعلاميين، وإن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شكرا، ننتقل الى هنيه من سلوك. مرحبا بك. اهلا يا هنيه، مرحبا بك. تعازي لكل محبي فتحي. وان لله وان اليه راجعون. اقدم باسمي انا واسم النادي كروشيه بنغازي اللي كانت حتكون من بيتها عندنا يوم الثالث فيا. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. بقى والدوام لله. إلى تزربو مع أم يوسف. مرحبا أم يوسف، أهلا بك أم يوسف من تزربو. أم يوسف إذا أنت في الاستماع. أم يوسف سريعا إلى إجدابية مع عبد الرحيم. مرحبا عبد الرحيم، أهلا يا عبد الرحيم، أنت على الهواء، تفضل. أعزي نفسي وأعزي فقيدتنا فتحية وربي يحفظكم، وتحية قناتي بالحدث، تحية لقناتي بالحدث، وتحية لكل العاملين في قناتي بالحدث. نعم. وتحية لكم والله، وتحية لفهم القبائلي. نعم. وعزي وبسي بس قبيلة عربات، وعزي فقدتنا فتحية، والله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله ديما طيبين. شكرا يا عبد الرحيم. سريعا الى بنغازي. ايمان مرحبا بك، اهلا يا ايمان. اهلين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. اتقدم اساسي الى السيده كيا كردوغا. نعم. السلام عليكم يا احمد.
شكرا. أتقدم تحياتي إلى أختي. نسمع فيك إيمان، تفضل. أختي الشهيدة فتحية كردوغة. نعم. باسم قبيلة الفواتير والعواقير، وإن إلي رجعون. نعم. شكرا إيمان. سريعا إلى البيضاء مع حسن. مرحبا حسن. عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا. تفضل. أهلا بك. أول شيء نعزو أنفسنا ونعزو يعني نعزو القناة ونعزو ليبيا في موتة الإعلامية الكبيرة، الله يرحمها، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويجعلها من سكان الجنة إن شاء الله. والحق يعني نبيلي صاحنا نشوف في برامجها السنة يعني رائعة، يعني حتى في البرامج الإعلامية يعني تشوف الإعلام الحق، يعني الناس الإعلاميين يعني من الناس العليين الكفو، يعني المواضيع اللي تطرح فيهن وتطرح فيهن على المواطن وتحكي عليه مشاكل المواطن، يعني إعلامية رائعة جدا. يعني تمنيت أخش معها في مداخلة، يعني بدي أول مداخلة نديرها في قناة الحدث، لكن الحق والله كلمة صدق وصراحة يعني ما شفتش إعلامية كالإعلامية هذه، يعني إعلامية مخضرمة، يعني حتى لما جيت تحت للقضايا اللي تطرح فيهن يمثل الوطن ويمثل المواطن، نسأل الله أنه يغفر له ويرحمها ونعز أنفسنا في هالإعلامية الكبيرة. يعني الحق يعني ما تعوضش الإعلامية هذه، نسأل الله أنه يغفر له ويرحمها وبارك الله فيك. أمين يا رب العالمين. لا تجور مع علي. مرحبا علي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. عبدهم الله لكم لجر بقى ودوم الله لكم البركة. نعم. ونعزي أهل المرحومة باسمي وباسم تجورة، ونقول لكم البركة فيكم، والله يرحم لك مع على هذا الإعلان اللي درتوه لخاطر الأخت، الله يرحمها فتحي. بقى ودوم لله. شكرا. سريعا إلى رقية من بنغازي. السلام عليكم. رقية مرحبا بك. وعليكم السلام. أحمد شخبارك، حالك؟ أهلا بك. بقى ودوم عظم الله أجركم جد، يعني أنا عرفتها فترة قصيرة شخصيا، ولكن الله يرحمها ويسامحها كانت إنسانة في قمة الأخلاق وأدب وأخت يعني بجد وطيبة، الله يرحمها ويسامحها. البقاء ودوم ما تعوضش. نعم. فتحية فعلا ما تعوضش. نعم. كعطاء كإنسانية ما تعوضش أبدا، يعني أنا نعزيك ونعزي كل شخص. أكثر شيء كنت تتابعي فيه أو أكثر شيء لمستيه في فتحية أثناء أدائها لأخبار البلاد؟ مشاكل الناس خشت كل حوش وخشت قلوبنا. صحيح. مشاكلنا حتى بينا بدون ما حتى تعرفنا نحن ومشاكل مجتمعنا. صح. كانت ترايك مشاكلك إنها مشكلتها هي الشخصية، تحكي عليك إنها مشكلتها هي. نعم. يعني إنسانة فعلا في قمة الإنسانية، الله يرحمها ويسامحها على قد ما عطت وعلى قد ما الناس كلها تحبها وعلى قد ما هي كانت إنسانة حنونة على الكل، الله يرحمها ويسامحها. نعم. رحمة الله عليكم. يعني أنا نعزيكم إن شاء الله، بركة فيكم وعظم الله أجركم، نعزي السيد محمود الفرجاني وكل طاقم القناة. شكرا رقية، أشكرك. سريعا إلى مسعود من سبها، مرحبا بك. أهلا مسعود من سبها. مرحبا مسعود، اسمعني من سمعت الهاتف، تفضل انت على الهواء. مسعود من سبها. طيب انتقل الى حورية من بنغازي. اهلا يا حورية. مساء الخير استاذي. اهلا وسهلا، تفضل. نعم مرحبا بك. البقاء والدوام لله. نعم حورية. ابن حي قناة الحدث، قدم تعازي لاستاذتي فتحية كردوغة، إنسانة رائعة جديات. نعم. يعني ونعرفها يعني معرفة شخصية، إنسانة يعني جوهرة يعني من داخل ومن خارج. نعم. رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. العزاء واحد، هو فقيدة كل الليبيين، هي مش فقيدة أسرتها فقط، هي فقيدة لكل الليبيين. ستفتقدها الشاشة الليبية، سيفتقدها المشاهد الليبي، ستفتقدها الحدث ليبيا الحدث وبرنامجها أخبار البلاد.
هي فقيدة كل أبناء الوطن الليبي، وبدليل أن الآن اتصالات المعزين، وأخبرني الزملاء بأن هناك زحمة على الخطوط من كافة المدن الليبية، هذا دليل محبة وإخلاص من هذا الشعب لهذه الشاشة ولهذه الأيقونة ولهذه المذيعة اللي ثابرت. هذا قليل من الكثير من محبة الليبيين لمساحتها اليومية، لما قدمته الليبيين من وجبة خدمية اجتماعية ترفيهية متنوعة من خلال أخبار البلاد. يعني خرجت بهذا الزي في العيد، وأعتقد تقريبا هذا آخر خروج لها على الشاشة فتحية كردوغا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعتقد أن هذه آخر حلقة، هذه آخر صورة، آخر حلقة، نعم هذه آخر حلقة وآخر خروج لفتحية كردوغا. وهذه صورتها كانت أعتقد في إحدى المناسبات، أعتقد عيد الفطر، أو خرجت بزيها الليبي. هذه صراحة يعني يعجز اللسان عن وصف هذه الإنسانة، ودائما الفقد مر، دائما نفتقد، ولابد أن نحتسب ويكون عندنا إيمان راسخ، ونعود لله سبحانه وتعالى، ونعود لإيماننا، ونعود لأن العمر، يعني العمر لله، متى يأتي دورنا سنرحل. لابد أن نترك جميعا كليبيين بصمة طيبة في نفوس محبينا، في نفوس أهلنا، في نفوس جيراننا، حتى يفتقدك الناس، يفتقدك بمحبة، بحزن. هذا ما صنعته فتحية، بصمة هادئة، كانت لها بصمة هادئة في نفوس الليبيين. سريعا إلى محمد بن عين مارة بسمة من بنغازي. أهلا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أنا باسمي وباسم عائلة عيد صبرا، باسم منطقة عين مارة، نعزي كل الإعلاميين، نعزي قناة ليبيا الحدث، نعزي قناة ليبيا الحدث، نعزي أهل الإعلامية الله يرحمه ويسامحها فتحية، نعزيكم ونقول لكم أعظم الله وأجركم، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلها من أهل الجنة. اللهم اجعلها من أهل الجنة، والله يرحمه ويسامحها. مش بالله إن جانا وجعتنا ونكر الله غالب، هذا أمر الله، نحن عندنا ما نهربوا منه. أعظم الله وأجركم، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب، إلى بسمة من بنغازي. أهلا بك. أهلين أستاذ أحمد. مرحبا بك. نعم. ما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء والدوام لله. نعم. أعظم الله وأجركم. نعم. طبعا المصاب جلل في الأخت فتحية، رب إن شاء الله يرحمها برحمته الواسعة. فعلا كانت إنسانة بمعنى الكلمة. نعم. الله يرحمها. البقاء والدوام لله. حتى الكلمات يعني ما يجانش، يعني كانت قريبة من المرأة الليبية. هل فتحية تري فيها أن هي كانت مثلت المرأة الليبية الملتزمة المحترمة المحتشمة، قدمت المادة الإعلامية بالتزام؟ أكيد، هذه ما فيهاش أدنى شك. نعم. قدمت شخصية المرأة الليبية بكامل، يعني شخصية المرأة الليبية الصح، الملتزمة المحترمة. يعني صراحة مصاب ما جلله، ما لنا إلا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. بقى والدوام لله. شكرا لك. سريعا إلى عبد الله من بنغازي. أهلا بك عبد الله من بنغازي. مرحبا بك. مرحبتين بك زميلي أحمد. نعم. يعني ما العزاء واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحقيقة يعني فتحية كردوغا كانت كفاتحة الشمس في الصباح، ومرينة برنامج أخبار البلاد، وشكلت برنامجها المتنوع في جميع المشاكل اللي كانت سايرة سواء في بنغازي أو في ليبيا بصفة عامة. وأيضا يعني فتحية يعني عدت حتى لسابها برفقة حمدي بحيلي. صحيح. كانت تحركاتها لخدمة للليبيين، يعني حتى في، شكرا عبد الله، حتى في أحلك الظروف، وفي يعني وتعتبر سبها كانت في فترة حرجة، لكن
كان لها وجود من خلال ليبيا الحدث، والوفد المرافق لها ذهبوا إلى سبها وكان لهم تغطياتهم لحال أهلنا في الجنوب، وكان لابد أن يكون لها وجود حتى في الغرب الليبي في طرابلس في الكثير من المدن الليبية، ولكن كان عمرها يتوقف إلى هذا التوقيت، وقدر الله وما شاء فعل. فلم يحالفنا الحظ بأن تشاركنا فتحية كردوغا حتى تقدمات الجيش وعرس التحرير الذي سنحتفي به قريبا. إليك سعاد من بنغازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي جميع مدينة بنغازي، نعزي ليبيا كافة في هذه الفراشة التي حلقت في جناحيها تنشر المحبة وتنشر المودة وتناقش وتخفف ألام الناس. الله يرحمها، ونعزي نفسي في هذه الصديقة العزيزة، الله يرحمها ويتغمدها برحمته يا رب العالمين. ونحيي قناة الحدث على هذه لمسة الوفاء، وإن شاء الله ربي يتقبلها بالرحمة والغفران. هذه الفتاة الليبية اللي فعلا كما تفضلت أستاذ أحمد احترمت المشاهد واحترمت عاداتنا وتقاليدنا بحضورها وبطلتها وابتسامتها الخجولة، الله يرحمها يا رب. الله يرحمها ويسامحها. شكرا لك سعاد من بنغازي. سيفتقدها الجميع فتحية كردوغا. استوديو فتحية مقابلني الآن، وكان من المفترض أن تدخل بعد ما أنهي هذه الحلقة، تكون موجهة الكاميرات لهذا الاستوديو المقابل ويضاء الركنها في هذه المساحة الفضائية، وكان من المفترض أن تخرج بعد ربع ساعة من الآن في برنامجها بشكل مباشر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذه الحياة وهذه الدنيا، وهذا هو كتابنا من الله عز وجل، هذا هو واقعنا، لابد أن يعني نحتسب إلى الله ونكون يكون إيماننا قوي جدا حتى والألم يعتصر قلوبنا، لابد أن نتمسك بإيماننا وبالله عز وجل وبيقيننا بأنها بإذن الله إلى مثواها الأخير في جنات النعيم بإذن الله تعالى. علي قرقوم من بنغازي، وأيضا تنضم معي الزميلة غادة بورغو. إليك علي بداية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا بك. في قلوب المؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم باسمي أنا الشيخ علي رمضان قرقوم، نعم، وباسم المجلس الأعلى لقبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية، نعم، وبليبيا كافة، أن بالتعازي بأحر التعازي لفقيدتنا الأستاذة المرحومة فتحية كردوغا التي وفاتها ألمتنا جميعا، ولكن الاعتراض على قضاء الله. ونعزي كل من أحب هذه المذيعة المتألقة وتعامل معها، التي تتمتع بأخلاق المذيع الذي نعتبر يعني في أمس الحاجة لمثل هذه المذيعين، ولكن الاعتراض على قضاء الله. نعم. واللهم أحسن عزاءنا فيها وتقبلها اللهم من الشهداء والصالحين. شكرا. إن شاء الله. أشكر. اللهم أحسن مثواها يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. شكرا أستاذ الشيخ علي. سريعا إلى الزميلة غادة بورغو. العزاء واحد. غادة تفضل. غادة بورغو أهلا بك. الزميلة غادة، إذا أنت في الاستماع غادة بورغو. طيب، من واضح أن فقدنا الاتصال بالزميلة غادة بورغو التي كانت تريد تقديم التعازي في حق زميلتها الراحلة فتحية كردوغا. تقبل الله الراحلة بواسع رحمته، وتعازينا ومواساتنا لأسرتها ومحبيها وذويها. تقبل الله فتحية كردوغا بواسع الرحمة والمغفرة. فتحية كردوغا كانت ليبية أصيلة، احترمت العادات والتقاليد والتزمت بمساحتها الفضائية والإعلامية عبر الأثير وعبر الشاشة الفضائية في ليبيا الحدث. كان لها وجود واحتلت حيز من القلوب، قلوب الليبيين، قلوب المحبين،
ناقشت فتحية كردوغا عبر إطلالتها في برنامج أخبار البلاد الكثير من القضايا الاجتماعية والقضايا التي تمس المرأة والتي تمس الطفل والتي تمس ذوي الاحتياجات وكل القطاعات الخدمية في كافة ربوع البلاد. تعازينا لليبيا، تعازينا للزملاء ليبيا الحدث إدارة وموظفين، رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جنانه. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.